فطر الأشغاث يسهل التعرف عليه بشكل لا يصدق. ابحث عن قبعة فطرية مخروطية بيضاء بقشور مقلوبة، غالبا ما تكون القشور رمادية أو سمراء أو بنية ضاربة للحمرة. غطاء الفطر هش وسهل الكسر حتى عندما تكون طازجة، فكن حذرا جدا عند قطفها. يبدأ لونه باللون الأبيض ولكنه سرعان ما يصبح أسود وحبري اللون، وهكذا حصلوا على الاسم الشائع الآخر وهو غطاء الحبر. يستخدم الحبر نفسه في تلوين الأطباق وفي الوصفات الغذائية كصبغات طبيعية مميزة. غالبا ما ينبت في تربة مضغوطة على طول حواف الطرق مباشرة بعد هطول المطر. اطبخه مباشرة بعد القطف في غضون ساعات من الحصاد وإلا تغير لونه للون الحبر الأسود. هنالك العديد من الفوائد المهمة لهذا الفطر، حيث أنه يساعد في زيادة الوزن ويساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم. تساعد خصائصه على استعادة البنكرياس في حالات مرض السكري وتنظيم مستويات الأنسولين بشكل طبيعي، ويحسن الدورة الدموية مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة الشرايين. بعض العناصر الغذائية في هذا الفطر اللي هي بيتا كلوكان، الفاناديوم، الكروم، هنالك وفرة من فيتامين بي وسي ودي وإي، وغني بمعادن الحديد والنحاس والزنك. أسهل طريقة لطهيها هي حوصها بالزيت أو إضافتها للحساء أو المعكرونة، ولا ينبغي أن أكل هذا الفطر نيئ،